مستنينا بكل خير. شكرا لك. إذن وضع إنساني كارثي يعيشه الفلسطينيون في القطاع، لو تضعنا في صورة الوضع بصفة عامة هناك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي مرضانا وجرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من هذا العدوان المستمر لليوم 15 على التوالي، مخلفا خلفه أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء. نحن نتحدث عن 4400 شهيد حتى اللحظة، وكذلك أيضا 13600 جريح. من ضحايا هذا العدوان هناك 1756 طفلا و967 سيدا، إضافة إلى أن 70% من ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حتى اللحظة 550 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية التي مسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني. ما وصل من هؤلاء الشهداء حتى اللحظة من مجازر العائلات 3353 شهيدا، ولا زال عدد كبير من هؤلاء الضحايا تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن استمرار لعدوان على كافة مناطق قطاع غزة. هذا العدوان لا يبقي ولا يذر، سواء للبشر أو الحجر أو الشجر. وكذلك تغيرت معالم قطاع غزة بشكل كامل، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمسح أحياء سكنية بكاملها على رؤوس ساكنيها، وهذا ما يرفع عدد الشهداء والجرحى، وكذلك يعيق عمل الطواقم الطبية في إخلاء المصابين، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتقطيع أيضا الطرقات المؤدية للمستشفيات، ويقوم أيضا باستهداف مركز لسيارات الإسعاف والمسعفين. نحن نتحدث عن 23 سيارة إسعاف تم تدميرها بالكامل حتى اللحظة وخرجت عن الخدمة، واستشهاد 51 مسعفا وكادرا صحيا، إضافة إلى 85 إصابة بين الطواقم الطبية. هناك استهداف مركز للمستشفيات والمراكز الصحية، نحن نتحدث عن خروج 7 مستشفيات عن الخدمة حتى اللحظة، و25 مركزا صحيا أيضا خرج عن الخدمة بفعل الاستهداف ونقص الإمكانيات والوقود، إضافة إلى أن هناك تهديد مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم. لإخلاء كافة المستشفيات، وهو ما حدث مع كافة المستشفيات والتي كان آخرها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بارتكاب مجزرة كبيرة لا يمكن لنا أن نوصفها، وهي مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها قرابة 500 شهيد حتى اللحظة، وهناك عدد من الجرحى تعتبر حالاتهم حرجة حتى هذه اللحظة، إضافة على إقدامه باستهداف مركز للكنائس والمساجد وكذلك مراكز الإيواء. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهذه الممارسات تحت سمع وبصر العالم دون أن يقوم العالم بأسره بلجم هذه الممارسات. نحن نتحدث عن واقع صحي مؤلم جدا وخطير. نحن نتحدث عن وزارة الصحة أعلنت بشكل رسمي أن كافة مستشفيات قطاع غزة انهارت فعليا. اليوم ما تبقى في يدي الطواقم الطبية في مستشفيات قطاع غزة لربما لا يصمد معها لساعات. نحن استبشرنا خيرا بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، ولكن للأسف ما دخل حتى اللحظة لا يشكل 3% مما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي، وبالتالي هناك احتياج كبير للأدوية والمستلكات الطبية، وكذلك أيضا توزيع هذه المساعدات لتصل إلى مستشفيات قطاع غزة بالكامل، وعدم الركون لقرارات الاحتلال بأن تكون هذه المساعدات الطبية فقط في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وهو ما يدعم توجه الاحتلال الإسرائيلي بزحف المواطنين وإجبار المواطنين على التحرك في ناحية جنوب قطاع غزة، وهو في إطار النزوح القسري والتهجير القسري. وبالتالي مستشفيات قطاع غزة اليوم باتت جافة للغاية من خلال يعني من خلال أستسمحك فقط، قلت 7 مستشفيات، هل هي خرج الخدمة تماما؟ نعم، نحن نتحدث عن 7 مستشفيات توقف العمل بها وخرجت
عن الخدمة تماما، و25 مركز للرعاية الأولية أيضا في محافظات قطاع غزة أيضا خرجت عن الخدمة تماما وتوقف العمل بها، وبالتالي نحن أمام خطر حقيقي يتهدد ألاف الجرحى والمرضى الذين اليوم هم في مستشفيات قطاع غزة يفترشون الأرض وممرات الأقسام بسبب أن هناك ضغطا هائلا في المستشفيات، تشكل نسبة الإشغال للأسرة في المستشفيات فوق 150%، وهذا الذي أجبر مستشفيات قطاع غزة على إقامة خيام لاستيعاب العدد الكبير من الجرحى والمرضى في مستشفيات قطاع غزة. يعني كما نعلم عديد من المستشفيات تتخذها العائلات كملجأ لهم، كم عدد هذه المستشفيات وما هي هذه المستشفيات بالضبط؟ كافة مستشفيات قطاع غزة اليوم وهي التي تعمل، هذه المستشفيات حتى التي توقف العمل بها أيضا هناك عملية نزوح كاملة للمواطنين في داخل المستشفيات والمدارس. نحن نتحدث عن أكبر مستشفى في قطاع غزة ومجمع الشفاء الطبي به ما يزيد عن 60,000 نازح من المواطنين الذين أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي قصرا تحت قصف والتهديد لترك منازلهم، وكذلك أيضا إجبارهم على الخروج باتجاه المشافي وباتجاه المدارس، وقام باستهدافها أيضا عند خروجها من بيوتها استهدف عدد كبير من العوائل التي نزحت من البيوت وهي في طريقها إلى جنوب قطاع غزة وإلى المستشفيات وإلى المدارس، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو يقوم بعملية إبادة واضحة وممنهجة، ولا يكترف إذا كانوا هؤلاء لاجئين أو كانوا نازحين أو كانوا أيضا طواقم طبية أو كان الاستهداف في داخل المستشفيات كما حدث في المستشفى المعمداني وكما حدث أيضا بالأمس في كنيسة الروم الأرثوذكس وهي الكنيسة الأقدم في قطاع غزة والتي لها أكثر من 1700 عام، وكذلك أيضا قام باستهداف هذه الكنيسة مما أدى إلى استشهاد أكثر من 18 شهيد حتى اللحظة، هناك عشرات الحالات ما بين خطيرة وحرجة. من بين هذه العائلات عائلات مسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني وكلها من العائلات المسيحية، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي اليوم يقوم باستهداف كل شيء في قطاع غزة، لا يفرق بين مسيحي ومسلم، امتزج الدم المسيحي والمسلم في قطاع غزة، وبالتالي هي عملية تطهير عرقي لكل من هو غير إسرائيلي يتحرك في قطاع غزة. يعني اليوم كيف تتعامل وزارة الصحة وهؤلاء العائل وهذه العائلات التي اتخذت من المستشفيات ملجأ لها بعد تهديدات جيش الاحتلال، خصوصا وأنه نتابع أن جيش الاحتلال نفذ فعلا ما قام، يعني نتابع نعود إلى قصف مستشفى المعمداني كان قد طلب من قبل إخلاءه ونفذ بالفعل هذا القصف، فاليوم هذا التخوف كيف تتعاملون معه، كيف تتعامل هذه العائلات؟ نحن قلقون للغاية إزاء هذه التهديدات التي لا تلقى لجمة من المجتمع الدولي على هذه الممارسات، حتى اللحظة لم يتقدم المجتمع الدولي خطوة واحدة للجم هذا المحتل على هذه الممارسات وعلى هذه التهديدات وعلى هذه المجازر التي ارتكبت أيضا في المؤسسة الصحية وهي مستشفى المعمداني بما له من صبغة تاريخية على المستوى المهني وعلى المستوى الديني، وبالتالي نحن بتنا نخشى كثيرا على الحال التي ممكن أن يصل له الوضع في داخل مستشفيات قطاع غزة إزاء التهديدات المستمرة، خاصة وأن المستشفيات اليوم ليست مجرد أنها تقوم بخدمة الجرحى والمرضى ولكن هناك آلاف كبيرة من المواطنين نزحت إليها مثلها مثل باقي الأماكن سواء المدارس أو المساجد أو الكنائس أو المستشفيات، وبالتالي إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على فعل العربد الذي يقوم به من كل مرة فإننا سنكون أمام مجازر حقيقية لربما يذهب ضحيتها آلاف المواطنين حيث تتكدس العوائل بكاملها في داخل مستشفيات قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكبر مجمع طبي في فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي به ما يزيد عن 60,000 نسمة الآن هجروا داخل هذا المستشفى، وبالتالي حول هذا المستشفى إلى أشبه بحي سكني كامل مكتظ بالسكان، وهذا يعني بأن أي استهداف لهذا المستشفى وأي مستشفى في قطاع غزة سيكون ضحايا بالآلاف وليس بالمئات كما حدث في المستشفى المعمداني، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية بحق شعبنا وبحق النازحين وبحق أيضا المؤسسات الصحية والإنسانية. نحن أصحاب
مهنة إنسانية. نحن لازلنا متمسكون برسالتنا الإنسانية تجاه مرضانا وجرحانا. لا يمكن على الإطلاق أن نغادر أماكننا ومواقع عملنا، ولا يمكن أن نستجيب لمثل هذه التهديدات التي لا يمكن على الإطلاق أيضا تنفيذها من الناحية العملياتية، لأن هذه المستشفيات كما قلت بها مرضى منومين في داخل أقسام العناية المركزة وكذلك في غرف العمليات الجراحية، وهناك أيضا أكثر من 120 طفل من في حضانات الأطفال، هناك أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي يحتاجون إلى غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا، إضافة إلى محطات الأكسجين، إضافة إلى الأقسام التنويم الأخرى كالولادة والباطنة والقلب والقسطرة القلبية وغيرها من الخدمات التي لا يمكن على الإطلاق أن يتم نقلها لمستشفيات هي بالأساس مكتظة بخدماتها وبالمواطنين الذين فيها، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق أن نستجيب لمثل هذه التهديدات. القرار الوحيد لدى الطواقم الطبية هو البقاء والبقاء التام في داخل مستشفياتنا حتى الرمق الأخير من أجل تقديم الرعاية الصحية لجرحانا ومرضانا، ولن نترك هؤلاء الجرحى والمرضى أن يفتك بهم الاحتلال كما يشاء. نحن وهم شركاء في هذا الهم، ويجب أن نبقى إلى جانبهم. كما قلت نحن أصحاب واجب إنساني، وعلى المجتمع الدولي أن يحترم هذه القوانين التي تحيد الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية حتى في أحلك الظروف وتحت النيران وفي فترة النزاعات. كفي لها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. صمتكم فعلا يدرس سيد أشرف. لو نعود للحديث عن المساعدات، ما الذي يحتاجه اليوم المرضى بالتحديد؟ يعني نحن نحتاج كل قطرة دم، نحتاج كل حبة دواء، نحتاج كل مستهلك طبي، نحتاج كل قطرة سولار ووقود، نحتاج كل سرير طبي، نحتاج كل خدمة، نحتاج كل سيارة إسعاف. المستشفيات اليوم جفت مواردها وإمكانياتها بالكامل، وبالتالي المساعدات التي نحتاجها نحتاج أن تكون ملائمة لحجم الاحتياج الفعلي لمستشفيات قطاع غزة التي أعلننا أنها انهارت بالفعل. كل يوم في قطاع غزة في مستشفيات قطاع غزة نستخدم من الأدوية والمستلكات الطبية والوقود ما كنا نستخدمه في شهر كامل في الوضع الاعتيادي، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي بكل قسوة وبما يخلفه من أعداد هائلة بالمئات تصل إلى مستشفيات قطاع غزة، نقول بأن نحتاج إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلكات الطبية تدخل دفعة واحدة إلى مستشفيات قطاع غزة حتى نستطيع أن نستمر في تقديم خدماتنا. ما دخل اليوم من مساعدات وهي 20 شاحنة لا تشكل سوى 3% من حجم ما كان يدخل في الوضع الاعتيادي اليومي قبل العدوان إلى قطاع غزة، وبالتالي هذا لا يشكل أي شيء في المنظومة الصحية. نحن نريد أن يتم فتح معبر رفح البري، وبالتالي نحن نناشد الأشقاء في جمهورية مصر العربية أن يتم فتح معبر رفح البري بشكل دائم وكامل، والعمل على ضمان إدخال الإمدادات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك السماح بخروج الجرحى والمرضى خارج قطاع غزة، لأن مستشفيات قطاع غزة لا يتوفر لهم العلاج الكامل الذي تحتاجها حالاتهم الصحية، وإلا سنكون أمام مشهد بالفعل هذا المشهد لربما يحول مستشفيات قطاع غزة من مراكز للاستشفاء إلى مقابر إذا لم يتحرك العالم بأسره في إدخال ما يلزمنا من أدوية ومستلكات طبية ووقود. بحديثك عن المجتمع الدولي، قمة السلام الدولية افتتحت اليوم، ما هو المنتظر اليوم من العرب من غير التنديد والتعبير عن القلق وما إلى غير ذلك؟ بالتأكيد نحن نناشد كل أحرار العالم، نناشد الدول العربية والإسلامية أن تضع أولوية على سلم أولوياتها، أولا رفع العدوان عن قطاع غزة، ثانيا رفع الحصار عن قطاع غزة، ثالثا توفير الدعم والإمداد الطبي إلى مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى حماية المرافق الصحية وحماية أيضا النازحين داخل المرافق الصحية ودور اللواء في قطاع غزة. نناشد الجميع ونناشد المجتمعين بأن يرفعوا هذا الأذى وهذه العدوان عن قطاع غزة والمتواصل بكل وحشية، كما قلت هي حرب إبادة تنفذها إسرائيل على كل من هو غير
غير العرق الإسرائيلي. اليوم قطاع غزة يتم فيه استهداف المسلم والمسيحي على حد سواء، وبالتالي هذه الممارسات إذا ما استمرت فإننا سنكون أمام مشهد تصفوي لكل الوجود الفلسطيني على حد سواء. الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، نشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى مشاركتك لنا ونقلك لنا للوضع الصحي العام.